في الموبايل يعني تيبان بالطريقه ديسكتوب، لاحظوا معايا الديسكتوب كيتيبان، يعني طريقه جد سهله، طريقه احترافيه تيمكن لك تخدم. طبيعه الحال الا درتي هاد النقط كاملين غتعطيك واحد ريزلت اللي هي مزيانه. السلام عليكم، نتمنى لكم تكونوا كلشي بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكملوا يعني في الكورس ديال التجاره الالكترونيه الاي كوميرس لوكال. كاين عندنا الجزء الثاني اليوم ان شاء الله غادي نطرقوا ليه، كنا ديجا درنا الجزء الاول اللي مازال ما شافش الجزء الاول يمكن لي انه يرجع للفيديو. غادي تصيب يعني كيفاش يمكن لك انك تخدم على الكومبينغ ديالك، وكيفاش يمكن لك تخدم على الاد سايت كذلك اللي فيها ترافيك ديناميك لوفر اودينس بلاسمون والبيجي كذلك، هادشي طرقنا عليه في الفيديو اللي كان من ورا هذا. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على الادز، دونك هنا غادي نكملوا تتمه ديال الاشاره ديالنا. دونك هنا تنديروا لاباج اللي غادي نخدموا فيها يعني الادز ديالنا كيف العاده. هنا الاسم ديالنا يعني اللي بغيتي دير اي اسم كيما بغى يكون يعني ماشي مشكل، ديال داك البرودوي اللي خدام عليه انت. تدير الباج ديالك هنايا اللي غتخدم عليها، تنزلوا لتحت تنشوفوا يعني الاعلان اللي غادي نخدموا به ان شاء الله. هنا كتنعرفوا هنايا تتاخذ ولا تتعزل الاشهار اللي بغيتي انت انك ديرو مثلا في هذا البرودوي ديالك. كي تلاحظوا معايا كاين عندنا الاختيار الاول تظهر يعني الاشهار ديالك بهذه الطريقه ولا بهذه الكيفيه، يعني بواحد الطريقه اللي تتكون مزيانه، تيكون عندك واحد ثلاثه ديال لي برودكت ولا هذا يعني تيدوز بهذه الطريقه هذه. كاين عندنا الطريقه الثانيه واللي هي تنفضل بطبيعه الحال، يمكن لك انك تعمل واحد لا فيديو ولا دير واحد ليماج اللي يمكن لك انك دير بها واحد الاشهار يعني في فيسبوك ادز. كاين عندنا الاختيار الثالث اللي تيمكن لك انك مثلا عندك واحد الموقع وبغيتي انك تبين داك الموقع ديالك يعني بالمنتوجات ديالو شنو تيقدم، تيمكن لك انك تختار يعني هذا النموذج الثالث. المهم حنا في ليكزومبل ديالنا ولا ديما كيفاش نخدموا لي كونساي اللي غادي ننصح الناس هو انهم يخدموا على هاد القضيه هادي، وقد ما خدمتي على فيديو تيعطيك واحد النتيجه اللي هي كبيره بزاف. نزلوا لتحت عاوتاني الميديا نشوفوا شنو كاين. مثلا هنا تنجيو تنشوفوا الا بغينا مثلا نديروا الايماج ديالنا غادي نابلوديه من هنايا، ولا الفيديو ديالنا غادي نهزوه من هنا. تعالوا معايا نوريكم واحد الحاجه اخرى اللي بغى يخدم بها. مثلا تنكريو واحد لا فيديو يعني تيكون ديجا واحد القوالب تكون جاهزه يعني عند الفيسبوك يعني بهذه الطريقه ولا بهذا الشكل هذا، تيمكن لك انك تختار اللي بغيتي وتخدم به. مثلا الا كان شي محتوى من المحتويات ديالك مثلا تيهم هذا الشيء هذا، يمكن لك انك تسيليكسيوني هنا وتاخذ مثلا هذا وتخدم به، ولا المهم ولا تاجوتي شي ايماج. المهم خلي هذا الشيء هذا. بخي ناخذ حنا الفيديو ديالنا من هنا، فوالا تجي هنا تجي هنا تندير ابلود، ريت معنى الفيديو انه يتحمل ننزلوا لتحت فوالا نشوفوا يعني شنو غادي يكون عندنا ان شاء الله. هنا تيكون عندنا العنوان فوالا في التكست، تيكون عندنا العنوان اللي مهم بزاف كي تنعرفوا الطريقه مهمه بزاف. وبلي باخت الناس انهم تيخدموا بهذا الشيء هذا، الناس ديال الادسنس فيرال تيخدموا على هذا الشيء هذا باش انك تاتيري هاد الناس ويدخلوا انهم يشوفوا المنتوج ديالك، تكون عندهم واحد الاكسبيريونس اللي هي كبيره كيفاش انك تجذب دوك الناس ويدخلوا عندك. هنا العنوان اللي غادي نتكلم على هذا النص تيكون مهم بزاف، هذه هي النقطة المهمة في هادشي كامل اللي خدمناه. أول حاجة تنحاول ما أمكن أنني نخدم على واحد النص إعلاني اللي تيكون جميل جدا، يعني تيثير الانتباه ديال هاد الناس. شنو هما هاد الكلمات اللي تيمكن لي أنني نستعمل يعني فهاد العنوان هذا؟ كاين بزاف د الحويجات اللي تيمكن لك أنك تثير الانتباه، كاين مثلا عروض خاصة، كاين مثلا هام، كاين مثلا لونجلي تتخدم مثلا او ام جي يعني او ماي جاد يعني تخدم بالطريقه، ولا تخدم مثلا ديد يو ناو كذلك تيمكن لك انك تخدم بها. المهم هادو تديرهم في الاول يعني غير تثير الانتباه ديال هذا الانسان هذا باش انه يدخل عندك. لاحظوا معايا انا خدينا هذا ليكزومبل، هذا ليكزومبل اللي هو صغير بزاف يعني عرض خاص ساري لطلب كميه جد محدوده للطلب المرجو ارسال رساله في الخاص. يعني هنايا ما كتبناش بزاف، ما بقيناش نكتبوه حيت بلي باخت الناس الا كتبتي ليه بزاف ما مساليش هو باش انه يبقى يقرا لك داك الشيء. لذلك احنا علاش درنا الفيديو يعني الفيديو انه تيتكلم على راسه. الاحتمال اللي علاش ما درتش بزاف النقاط، علاش ما حطيتش الثمن، علاش بزاف ديال الحويجات، هنا تنخليو يعني داك الانسان اللي غادي يشري نخليو انه يتفاعل مع لي بوست، وقد ما تفاعل مع لي بوست قد ما الفيسبوك ادز انه تيعطينا واحد النتيجه اللي هي مزيانه في هذا الاشهار ديالنا. وهنا تنرجعوا لا فيديو ديالنا تنشوفوا بانه تابلود، يعني نحاولوا ناخذ واحد الصوره مصغره يعني الفيديو ديالنا باش تكون واحد الطريقه مزيانه. هنا تيعطينا مانيال وهنا اوتوماتيك، فوالا ناخذ الصوره المصغره هنا نديروا مانيوال حيث اوتوماتيك حيت هو اللي تيعزل لينا راسو، وتنشوفوا مثلا واحد الصوره مصغره اللي تكون مزيانه. ولا ما صبناش مثلا واحد الصوره مزيانه تيمكن لينا نصمو واحد الصوره باش نديروها كصوره مصغره ولا مينياتور لا فيديو ديالنا تناخذوها من هنا.
دونك هنا تنقلبوا تنحاولوا نصيبوا شي حاجه مزيانه. على سبيل المثال تناخذوا هذا فوالا وتنديروا سيف. تلاحظ معايا تطلع بواحد الطريقه اللي هي مزيانه وتتاتيري داك الانسان اللي غادي يشتري من عندك. دونك هنا تكلمنا على لي تيكست ديالنا كيفاش يمكن لينا نحطو كتيبان مثلا فوق الاعلان، يعني تيبان بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. تنزيدوا اننا نعدلوا عليه، عدلنا على الصوره المصغره. اخوان ركزوا على هذا الشيء مهم بزاف حيت هذا هو الاعلان ديالك. هنا اما تخسر اما تربح، يعني عندك جوج احتمالات، لذلك تنحاول نركز على هذا الشيء وما نزربش عليه. دونك ملي حطينا الاعلان ديالنا بهذه الطريقه، حطينا الصوره المصغره كذلك، تنجيو تنعدلوا على شي حوايجات بساط كذلك. هنايا تنحاولوا مثلا هنا في بلاست يوز برو تنحاولوا نحيدوها مثلا، تنديروا مثلا بغيت هذا الانسان هذا انه يتراسل معايا، يعني في هذه العنوان تنحاول كيف تلاحظوا معايا هي طلعت مزيان، انه غادي يدخل مثلا الموقع ديالي على سبيل المثال. هنايا تنجيو مثلا في خانه الوصف، تتعرف في خانه الوصف يمكن لك انك دير شي حاجه حتى لو ما بغيتيش ماشي مشكل، بغيتي دير غير شي حاجه بسيطه يمكن لك ديرها ما كاينش مشكل، المهم داكشي تيبقى ديالك انت. المهم على سبيل المثال حنا نخليوها باش تجي مزيان بحال هكا. الويب سايت، واش بغيتي دير الويب سايت ولا الفيسبوك ايفن؟ وهنايا تدير العنوان ديال المتجر ديالك، يعني باش انه تيطلع هنايا تلاحظوا معايا سبرو دوت كوم، انفو تيكليك هنا تيدخل اوتوماتيكمون. هنا كيفاش يبان لينا مثلا في هذا الاعلان، يعني مثلا في الموبايل، يعني تيبان بهذه الطريقه. ديسكتوب، لاحظوا معايا الديسكتوب كيتيبان، يعني طريقه جد سهله، طريقه احترافيه تيمكن لك تخدم بطبيعه الحال. الا درتي هذه النقط كاملين غتعطيك واحد ريزلت اللي هي مزيانه. دونك هذه النقط كاملين تتشوفهم تاخذ ليكزومبل، يعني اي واحد تيكليكي هنا نشوفوا الاعلان واش بصح انه تيتكلم على راسه. لاحظوا معايا الاخوان، المهم هذا الفيديو هذا تتحاول انك دير فيه مثلا واحد الانسان اللي تيتكلم، ولا دير فيه مثلا شي موسيقى اللي تكون كاع ما ديرهم بجهه الانسان هذا، فهمتي؟ تتحاول تلعب على هاد النقط كاملين. لاحظوا معايا الفيديو، كنا ديجا تكلمنا على الفيديو تيتراوح ما بين 40 حتى ل 50، يعني اي حاجه تيصيبها هنايا، يعني ما نحتاجش انا نكتب داكشي كامل هنا. بالنسبه لي بخير الاخوان، راه تكلمنا على هاد القضيه، تنحاول ما نديرش لي بريلا هنا لا في العنوان لا في الفيديو لا في حتى حاجه حتى يتكلم معايا هاد الانسان هذا. نخلي واحد سيسبانس لهاد الشاري هذا اللي غادي يشري، اللي تيدفعوا الفضول، وتيكون واحد الانسان اللي هو انتيغاسي بهاد البرودوي هذا، تيحاول انه يتواصل معايا. المهم لاحظتوا معايا بان الفيديو خفيف ظريف، وتنعرف الناس يعني شحال من واحد شاف الفيديو. هادشي غادي نجيو نتكلموا عليه ان شاء الله، يعني مستقبلا غادي نتكلموا على اللوكا لايك، غادي نتكلموا ان شاء الله على الفيسبوك بيكسل، غادي نتكلموا ان شاء الله على شي حويجات اللي من هنا لقدام غتولي انك تخدم بهم، يعني بواحد الطريقه اللي هي احترافيه. المهم هاد النقاط كاملين الاخوان غادي نتكلموا عليهم، غنديروا لهم واحد لا فيديو يكون خاص بهادشي كامل. تكلمنا في الاول على لي كليك، يعني لي ترافيك، هو علاش خدمنا مثلا هاد الاتس ديالنا. تنطلقوا الاتس ديالنا، ملي تطلق الاتس ديالنا بيان سور غادي نشوفوا لي كليك على الاعلان ديالنا بواحد الطريقه اللي هي مزيانه. من بعد ملي تيكون واحد التفاعل اللي هو كبير، تنخدم على الانجيجمنت، يعني باش ناخذ تعليقات، ناخذ لي بارطاج. هذه الطريقه تنخدم بها شخصيا وعطي واحد النتيجه اللي هي مزيانه. نتمنى اي واحد انه يخدم بهذه الطريقه. ملي تتسالي هنايا تدير كونفيرمي، هنا ملي غدير انت كونفيرمي غادي يطلع لك واحد البانر، يعني ماشي بحال هذه، واحد البانر اللي غيطلع لك ديال باي بال ولا كارت فيزا، يعني باش بغيتي تخلص نتايا تختار اما الباي بال ولا كارت فيزا. وملي تختار داكشي كامل وتدير كونفيرمي، تطلع لك الواجهه يعني بهذا الشكل هذا. تيبان ليك لي برودوي، يعني فواحد الظرفيه ديال ساعات المكنه تقريبا تيتاكتيفا يعني الاعلان ديالك، وتطلق الحمله الاعلانيه ديالك، وان شاء الله فواحد الظرفيه ديال 3 ايام ولا 4 ايام تتعرف لي برودوي ديالك واش نجح ولا ما نجحش. هنا اخواتي في الله انتهينا من هذا الشرح هذا، ما تنسوناش من لايك، وحتى لما فهمتيش شي حاجه كتب لينا تحت التعليقات غادي نجاوبك ان شاء الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer.